وسهلا بحضراتكم في الخلاصة من مكان أصبح واحد من العلامات المميزة لدولة بتسعى للتقدم والنمو والتطور، وبتسعى أنها تغير معطيات اقتصادها إنجاز التعبير، وتحجز لنفسها وتكون لنفسها مكان أفضل في المستقبل. الدولة دي هي مصر، والمشروع اللي بتكلم عنه هو مشروع توشكا. الحين تابعت مشروع توشكا من بدايته تقريبا، وزورته مرتين، ويمكن دي ثالث مرة نزوره فيها إحنا وفريق العمل في قناة المحور. وطبعا في اختلاف، وكل مرة في تطور وتقدم ومساحات جديدة منزرعة ومنتجات مختلفة موجودة، لكن دي فرصة إن إحنا نتكلم مع حضراتكم عن بعض التساؤلات أو بعض الأفكار اللي بتيجي في أذهاننا وإحنا بنتكلم عن توشكا. أنا نفسي أو هحاول، ويعني لعلي أوفق في هذه المهمة، هحاول من خلال الحلقة دي إن أنا أنقل لكم توشكا زي ما تكونوا هنا بالظبط. الحقيقة إحنا طول الوقت بنسمع عن توشكا كأنها مشروع بنشوفه في التلفزيون، جهد مساحات منزرعة، عناوين وخطوط عريضة، لكن إيه اللي ورا المشروع ده؟ إيه التحديات الحقيقية؟ إيه الحلم اللي آمن أو القائمين على المشروع ده آمنوا بيه بشكل كامل، وبالتالي قدروا من خلال الإيمان ده يتغلبوا على كل الصعوبات والتحديات؟ وصدقوني التحديات والصعوبات كبيرة جدا، لأن أنت في النهاية احنا بنتكلم عن صحراء جرداء وأرض صفراء بالكامل تحولت إلى خضار، وتحولت إلى أرض فيها خير وفيها بركة وفيها عطاء، وبيطلع منها غذاء للمصريين. إزاي تحولت توشكا من أرض صحراء جرداء إلى أرض فيها الخير وأرض فيها خضار وديان بين الجبال؟ إزاي تحولت من الحال ده إلى الحال ده؟ في مجموعة من التساؤلات. من ضمن مثلا التساؤلات اللي اتكلمنا فيها مع القائمين على المشروع، ويمكن بعض الناس في الشارع المصري بتسألها أو بتتردد في أذهان البعض، هو هل توشكا مشروع ناجح؟ ولما بنقول هل توشكا مشروع ناجح، ده بحسابات الجدوى الاقتصادية وبالحسابات الاستراتيجية وبالأرقام. عشان أجاوب على السؤال ده خليني أقول لكم إن أولا توشكا هو مشروع له أبعاد كتير مختلفة، وزي ما أنتوا عارفين الزراعة مش بيزنس، الزراعة مش فلوس، الزراعة ما بتتحسبش بالدولارات. الزراعة هي مشروع قومي، هي مشروع استراتيجي، هو هدف لمعظم الدول اللي عندها إمكانيات وموارد زراعية، واللي ما عندهاش بتسعى أنها تسد احتياج سكانها من المنتجات الغذائية وتحقق الأمن الغذائي لسكانها وتقلل فاتورة الاستيراد. وده اللي حصل معنا، وده اللي يمكن تنبهنا إليه أو أصبحت الحاجة إليه ملحة بشكل كبير بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وبعد ما قضية الأمن الغذائي بقت قضية ملحة جدا، العالم كله بيبحث ليها عن حلول وبيبحث ليها عن تصورات أو بيبحث ليها عن احتمالات وسيناريوهات. الزراعة زي ما بقول لحضراتكم هي مش مشروع تجاري، مش بيزنس، ومتحسبش بالدولارات، لكن مجرد القدرة أنك تقدر توفر لسكانك الغذاء، وليكن القمح مثلا، وإحنا شفنا قد إيه القمح أصبح هدف للدولة المصرية وزراعته مسألة مهمة جدا على مدار السنوات اللي فاتت زي ما قلنا من بداية الحرب الروسية الأوكرانية. ده كان واحد من أهداف مشروع توشكا في بدايته. من ضمن الحاجات اللي شغلتني جدا وأنا بتجول في الأراضي الزراعية وبتكلم مع القائمين على مشروع توشكا وبفكر الحقيقة في مجموعة من الحقائق والأسئلة، هو التحديات الصعبة والجسيمة اللي مر بيها القائمين على المشروع أو اللي مر بيها مشروع توشكا بشكل عام عشان يوصل للمرحلة الحالية. الصعوبات والتحديات كتير، مش هكلمكم عن درجة الحرارة المرتفعة جدا والرهيبة اللي احنا موجودين فيها النهاردة واللي بيشتغل في ظلها العاملين الأبطال، سواء كانوا مزارعين أو فلاحين أو مهندسين أو عمالة مباشرة أو عمالة غير مباشرة، كل العاملين في هذا المشروع وعددهم بالمناسبة هم 4000 في تخصصات مختلفة. كل واحد فيهم أنا بعتبر أنه بطل أنه يجي يشتغل في مشروع بعيد جدا، بنتكلم عن مئات الكيلومترات عن المركز أو العاصمة أو القاهرة، في نفس الوقت درجات حرارة مرتفعة جدا،
الحياة هنا ما زالت بعد محتاجة لنهضة عمرانية ومحتاجة ليه نهضة اجتماعية، وده بقى دور المستثمرين والقطاع الخاص انه يجوا يعمروا ويحطوا ايدهم في ايد الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الاراضي الصحراوية، وما يبقاش الموضوع مجرد الاراضي اللي بيتم استصلاحها، لا يبقى مجتمعات عمرانية بالكامل، يبقى مصانع، يبقى شركات، يبقى مصالح، يبقى عجلة انتاج دايرة ومستمرة. ده جزء من التحديات، مثلا صعوبة الاوضاع والظروف الموجودة في توشكا. التحدي الاخر واللي يمكن كان سبب مباشر وسبب اساسي في عدم نجاح مشروع توشكا في الثمانينات، لو حضراتكم تفتكروا مشروع توشكا مش مشروع جديد، لكن لم تتوفر ابدا الإرادة الحقيقية لإنجاح هذا المشروع. اليوم الإرادة متوفرة، ومش بس إرادة، برضو كلمة تانية بدور عليها عشان أنقل لكم بالظبط الانطباع أو الشعور اللي أنا حاساه وأنا بتكلم مع كل حد بيشتغل في المشروع دوت. مش بس إرادة، ده تصميم. هننجح المشروع يعني هننجحه، المشروع ده غير قابل للفشل. توشكا هتنجح وهنحقق حلم المصريين بنبقى عندهم دلتا جديدة، هنحقق حلم المصريين بنبقى عندهم غذائهم الخاص بيهم اللي بيخرج من أرضهم، هنحقق حلم المصريين بأن هم يستغلوا كافة إمكانياتهم ومواردهم الزراعية وينتجوا أوتيومهم بإيدهم، ما يبقوش أبداً رهينة لحد. ده الحلم اللي كل واحد هنا في المشروع عنده وجواه وفي عقله وفي وجدانه كده بشكل إيه؟ واعي أو بشكل غير واعي. وده اللي ده نفسي أنقله لحضراتكم. لو شفتوا الشغل المبذول وحجم الجهد المبذول هنا في توشكا، كل واحد فيكم هيحس ان ده حلم شخصي ليه، هيبقى حلم 100 مليون مصري بدل ما هو حلم ليه مجموعة من القائمين أو مجموعة من العاملين أو القيادة السياسية أو يعني فئة بعينها، هيبقى حلم الكل مصري انه يشوف بلده بتتقدم بالشكل ده. تحدي آخر غير صعوبة الأوضاع، غير الحاجة إلى تعمير الأرض أكتر وأكتر وأكتر، مسألة المية. النهاردة احنا بنتكلم عن ملف في غاية في الصعوبة في العالم كله. كل الدول النهاردة بتحسب 1000 حساب لنقطة المية اللي هتخرج سواء في الزراعة أو في أي مشروع آخر. الجدوى الخاصة بالمية، هل المية دي هتتوفر تاني ولا لأ؟ نصيب الفرد من المياه، هل هو موجود ولا مش موجود؟ هل الموارد دي هتتجدد ولا مش هتتجدد؟ هل احنا بنخلص المية وبنستخدمها أفضل وأحسن استخدام؟ كل دي أسئلة مطروحة في كل العالم. فعشان تعمل مشروع زراعي بالحجم ده، 420 ألف فدان المستهدف أن يوصلوا ل 600 ألف فدان، في زراعات بعضها بيحتاج إلى مياه كثيرة وكثيفة، هتجيب المية منين؟ ده تساؤل. المية هنا بتيجي من ترعة الشيخ زايد، وبتستخدم أحدث وآخر الأساليب الخاصة بالري لضمان أنه المية دي ما يتمش إهدارها بأي شكل من الأشكال، وأن المية دي بيتم ترشيدها، كل نقطة محطوطة في مكانها. القمح بيتم ريه بالرش، النخيل القمح بالتنقيط، النخيل بالرش، وهكذا. كل محصول له طريقة الري المناسبة ليه، ومفيش حاجة طبعا اسمها الغمر. فده تساؤل تاني، المية بنجيب المية منين؟ وده طبعا غير مشروعات استصلاح الأراضي اللي القيادة السياسية كلفت وجهت بيها واللي ساعدت على إنجاح مشروع توشكا حتى الآن. تحدي آخر الطرق. لو احنا النهاردة بنتكلم عن مشروعات زراعية وبنتكلم عن إنتاج زراعي وبنتكلم عن تعمير الصحراء، طب ننقل الكلام ده إزاي؟ نحرك المنتجات الزراعية دي إزاي؟ نوظف الجهد ده في النهاية إزاي عشان ما يبقاش جهد على الفاضي؟ الطرق اللي اتعملت، البنية التحتية اللي الدولة اشتغلت عليها على مدار السنوات الماضية هي كلمة السر، لأنك مش بتشتغل في مجال واحد أو مش بتطور في حتة محددة، لو ما اشتغلتش وفقا لرؤية يبقى ما فيش أي نتيجة أو أي مردود من الجهد اللي انت بتعمله، وحتى لو نحط في الصخر. دي كلها تحديات وصعوبات كانت موجودة. أرجع تاني لفكرة الجدوى، لأنه الجدوى هنا تحمل معاني كتير مختلفة، مش بس جدوى اقتصادية، في الجدوى الاستراتيجية، بعد الأمن القومي. المشروع ده بيحقق بعد الأمن القومي، المشروع ده بيراعي بعد الأمن القومي، المشروع ده هو مشروع استراتيجي، حساباته مش بالفلوس، حساباته مش اقتصادية، وإن كان ده يؤخذ في عين الاعتبار وأيضا معمول له حساب بشكل كبير جدا. كل دي أبعاد مرتبطة وتحديات مرتبطة بمشروع توشكا. وإحنا ماشيين هوريكم الزراعات وهوريكم إيه اللي بيتزرع وهوريكم الناس اللي شغالة
مشاعرها عاملة ازاي، تحدياتها ايه، صعوباتها ايه، وبيشتغلوا ازاي في ظل ظروف صعبة جدا. يمكن انا واقفة معاكم بقالي 5 دقايق مش متحملة درجات الحرارة، ما بالك بالناس اللي قاعدة نايمة قايمة بتشتغل عدد ساعات طويل جدا في الحر الشديد ده، وكل هدفها انها تعمل شغل بما يرضي الله وتعمل شغل الخير بلدها. هو ده الحال في توشكا، واللي انا متصورة ان المرة الجاية لما نشوفها هيكون التطور اكبر واكبر كمان. تعالوا بقى اوريكم التمر المجدول هنا بيتزرع ازاي والانتاجيه في مشروع توشكا. عم محمود هيكلمنا عن كل التفاصيل دي وهيقول لنا برضو اليات الزراعه والمراحل الخاصه بيها والانواع اللي بتتعمل هنا في توشكا. سلام عليكم، تعالى اتفضل. اهلا وسهلا بيك على شاشه المحور، احكي لنا بقى طبيعه شغلك هنا. طبيعه شغلي ان انا باجي على النخله دي، تمام، استلم مثلا النخله دي 3 مراحل. اول حاجه معنا مرحله عدت اللي هي التقويس، بعد كده مرحله الخف، المرحله الثالثه اللي هي مرحله التكميم. التكميم ده عشان احنا نحافظ على الصباطه، نحافظ عليها من الامراض من الاتربه، عشان نوصل لجوده معينه في النخله. قلت لي بقى في 3 مراحل صح كده، انا بتعلم منك. 3 مراحل. اخر مرحله هي اللي بتشوف فيها الجو، اللي هي المرحله دي اللي احنا بنحافظ فيها على الجوده. في مرحله بعد كده مرحله الجمع، الجمع ده بيبقى على مراحل برضه. الحاجه اللي تستوي بنستلمها ونطلعها على طول للتسويق، الحاجه اللي تستوي اللي هي المرحله الاخيره دي، اخر مرحله بالنسبه لنا. طريقه الري بقى، انتوا هنا بتروا ازاي؟ لان انا عارفه انكم بتحافظوا على الميه وده جزء من اهداف المشروع. طريقه الري هي طريقه الري التنقيط، اللي هو التنقيط اللي هو اللي بيرشد الاستهلاك بتاعت الميه، تمام، بمحطات رئيسيه. والانتاجيه هنا بقى قد ايه؟ الانتاجية هنا عالية، يعني انتاجية حلوة. بالنسبة للمجدول ده النخلة من 60 ل 80 كيلو النخلة الواحدة اللي هو المجدول ده. وبتهيألي وانا برضو مش عارفة، انت قول لي انت الأدرى، انتاجيتها بتزيد سنة عن سنة؟ اكيد الانتاجية اول سنة غير ثاني سنة غير دي، الانتاجية بتزيد معاك بمراحل، لان عمر النخلة نفسها عمرها استكمل. يعني حاليا النخلة دي عمرها بتاع 5 سنين من 2019، فهو لسه يعني 2000 مثلا 2025 2030 بتدي انتاج معانا اكتر. كل سنه انتاجها يزيد، لان دي بقى لها كده من 2019 5 سنين بس. طيب وايه تاني انواع التمر ده مجدول؟ في انواع تانيه؟ في عندنا سجي، في عندنا حويز، تمام، في عندنا اصناف كتيره هنا في تشكا. احلى انواع في مصر هنا في تشكا. كله بيطلع من عندكم هنا؟ زاد الزراعات التحميليه زي ما حضرتك شايفه اللي في الارض، يعني حاجات كتيره بسم الله ما شاء الله عندنا في تشكا هنا. اكبر، ربنا يعينكم ويقويكم. انت منين اصلا؟ انا اساسا من الاقصر. اهلا وسهلا بكل اهل الاقصر. وبقالك قد ايه بقى شغال هنا في المشروع؟ انا بقالي هنا من 2019 من بدايه المشروع. انا جيت هنا كان كله صحرا، الحمد لله رب العالمين، وصلنا ان احنا نعمل اكبر مزرعه في الشرق الاوسط في العالم يعني كعامه. يا رب وخير اكتر واكتر وتقدم اكتر. ايه احساسك كده وانت شغال في مشروع مش مجرد مشروع كده وخلاص زراعي، ده حاجه يعني مصر كلها بتحلم بيها؟ هو اي شاب هنا فخور اني شغال في المشروع ده. ويعني انا المكان ده نقول للشباب اللي بره اللي هو محتاج فرصه عمل، هنا توشكا محتاجه ناس كتير، اتفضلوا ياجي. تعال هنا واشتغل هنا في بلدك. تعال هنا ومعانا اشتغل، تعال احنا هنعلمك كل حاجه زي ما احنا اتعلمنا، احنا جينا ما عارفينش اي حاجه هنا، اتعلمنا ووصلنا لمرحله ان احنا حاليا دلوقتي كل حاجه في النخله دي احنا عارفينها. الحمد لله رب العالمين. ربنا يقويك ويوفقك، والف تحيه لكل سكان الاقصر وكل الناس الجدعه اللي زيك كده. تسلم يا رب. كل ما اشوف حد من الناس اللي شغاله في مشروع توشكا، سواء كانوا عاملين زراعيين، مهندسين، فنيين، ايا ما تكون التخصصات، غير الأسئلة الفنية اللي هو احنا بنزرع ايه وتفاصيل الانتاجية والمعلومات الدقيقة دي، بيهمني جدا اشوف الخلفية ايه.
الناس جايه من انهي محافظات، بقى لها كام سنه بتشتغل في المشروع، شعورهم اصلا بالشغل داخل مشروع توشكا ايه. والحقيقه مهتمه جدا ان حضراتكم تتعرفوا معايا على المهندس احمد محمود، مهندس زراعي هنا في مشروع توشكا، لانه هيورينا اللي ورا المشروع ده ايه، مش بس التفاصيل الفنيه، مش بس ايه اللي بيتزرع، لا كمان خلفيه العقليه والذهنيه والاجتماعيه بتاعت كل حد شغال في مشروع توشكا، وايه الهدف من الشغل هنا. اهلا وسهلا بحضرتك. الاول احنا هنتكلم عن المكان، المنطقه اللي احنا فيها، وتشرح لي ايه اللي بيتزرع. اولا احنا هنا في منطقه توشكا، زارعين هنا صنف مجدول نخيل. دلوقتي احنا في مرحله قبل الجمع، مرحله التكميم او التكييس. دي مرحله مهمه جدا بالنسبه لنا، لان احنا بنستغلها عشان نحصل على اعلى جوده من المحصول. احنا بنكيس هنا علشان حضرتك نتجنب فيها عوامل الرياح او عوامل الاتربه، نتجنب ان الافه توصل للثمره، نتجنب ان الطير يوصل للثمره، ونحقق فيها اعلى جوده للمحصول بتاعنا. ده صنف المجدول. واحنا هنا اصلا عندنا في المزرعه هنا في توشكا عندنا اصناف كتيره، عندنا حوالي 40 صنف، زي المجدول، زي الخلاص، زي الصقعي، زي السكري، زي بنت زي السلطانه، زي بنت عيشه. اصناف كلها ما كانتش موجوده في مصر وبقت موجوده في مصر، وده شيء يشرفنا جدا. الاصناف دي ما كانتش موجوده هنا، قبل كده اتزرعت هنا وحققت نجاح كبير، والحمد لله كمان حتى السنه دي احنا داخلين في حوالي ما يقرب من 800 الف نخله داخلين انتاج السنه دي، وان شاء الله يعني كمان سنتين ولا حاجه نخش كمان الاسواق المحليه والعالميه ونكتسح السوق. وانا بتهيألي برضو ان احنا بقالنا كام سنه محققين ارتفاع في الانتاج الخاص بالتمر كدوله مصريه بره. الحمد لله، هو من بدايه المشروع، واصلا ولما كان ما كناش متخيلين ان المشروع يدي بدري قوي كده، ادى في اول 3 سنين كان لسه النخل بشاير، طلع انتاج كبير. حتى هنا احنا كنا ما كناش متخيلين ان هو يطلع الكميه دي كلها. الانتاج بيزيد سنه عن سنه في التمر، مش كده؟ طبيعه النخله ان هي كل سنه بتطلع اكتر، يعني السنه اللي بعدها بتطلع اكتر. النخله بتطلع لها من حوالي من 12 ل 15 صباطه، وبرده من العائد مش البلح بس، في فسايل بتطلع تحت النخله الام اللي هي النخله الصغيره اللي حضرتك شايفاها دي، بنبدا نفصلها من مثلا السنه الرابعه او السنه الخامسه، برضو بيحقق عائد اقتصادي علينا، وبرضو احنا يعني بنكافئ عشان نضخ في السوق المحلي ونخلي الاسعار مرتاحه بالنسبه للسوق بره. انا كنت لسه بقول وانا بقدم اللقاء بتاعك يعني ان احنا مش بس مهتمين بالتفاصيل الفنيه، انا ببقى عايز اعرف الشخص اللي بيجي يشتغل هنا في الظروف الصعبه جدا دي، الحراره الرهيبه، وانكم بعاد عن يعني المركز، وبعاد عن العاصمه، وبعاد عن الخدمات اللي احنا متعودين عليها، ايه اللي دفعك تيجي هنا؟ هو الدافع المعنوي والاحساس ان الواحد بيخدم بلده وبيبني بلده وبيفيد بلده، ده خلى الواحد يتاقلم هنا على الجو بسرعه، وبيبقى بالنسبه له الموضوع شيء سهل وطبيعي. وكمان لما الواحد ابتدى هنا زرع وابتدى شاف الانتاج بايده، ان هو خد الثمره كده زرعها وخد الثمره بايده، بيشعر بالسعاده ان الخير ده رايح لبلده وهيفيد بلده باي حاجه، وبيبقى حاجه كده ربانيه الواحد بقى مبسوط بيها بصراحه. بس اكيد اصعب حاجه انك تقتنع او تصدق ان الارض الصحراء الجرداء الصفراء دي هتطلع خير، اكيد الاقتناع ده ما كانش سهل. هو في البدايات طبعا بالنسبه لي كان الامور كلها صعبه في الاول، بس بعد كده لما جيت وشفت النظام وشفت ان هنا ان المزرعه ماشيه متعامله مع جميع مراكز البحوث وبتتعامل بكل انواع التقنيه الحديثه هنا في الزراعه، بقى بالنسبه لي الموضوع سهل، لكن بره الواقع اكيد هيبقى صعب بالنسبه لي. وانت منين اصلا يا باشمهندس؟ انا من المحله الكبرى طبعا، محافظه الغربيه. اهلا وسهلا والف تحيه لكل اهالي المحله. الله يخليك، شاكرين، وربنا يوفقك. ميرسي جدا. الأستاذ نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أيضا له ملاحظات النهاردة على وجوده في مشروع توشكا. انطباعاتك، ملاحظاتك، حاسس إيه وأنت موجود في المشروع؟ يعني أولا أنا بصراحة مبسوط جدا، لأنه حجم الإنجاز اللي شفته كبير، لكن الأهم المعلومات اللي أنا أفتكر إنها حتى الإعلام بيقولهاش للناس. يعني أنا أول مرة أعرف إن كل المهندسين اللي بيشتغلوا هنا، كل المحاسبين، كل السواقين، العمال الزراعيين، يعني كلهم مدنيين. يعني ده معناه ان الكلام اللي بيتقال على انه مجندين او كده ده مش مظبوط،
كله مدنيين. ده يدل على ايه من وجهة نظرك؟ لا بيدل ان شركة بتنافس زيها زي غيرها. يعني هي مثلا اكتشفت النهاردة بالمستويات انهم بيدفعوا مية، بيدفعوا كهرباء، بيدفعوا ضرائب زيهم زي غيرهم. الاكتر من كده فكرة الاحتكار، هل ده مكان محتكر للقوات المسلحة او غيره؟ لا، هو الراجل مدير مشروع قال احنا بنرحب باي حد يجي ياخد منا ارض، وكمان التصليح اللي صلحناه مش عايزين ناخد ثمنه، هنسلمه الارض متصلحه. فدي دعوه ايضا للاستثمار. فبالتالي الكلام اللي بيتقال كتير على انه مفيش عدل، مفيش بيئه اعمال عادله بتاع، يمكن لو عرفت الناس ان المدنيين هم اللي بيشتغلوا، انه مش احتكار للقوات المسلحه، ده مساله مدنيه مفتوحه. المرتبات كمان، يعني انا قابلت عامل زراعي من اسلم بيشتغل مع الحاجات دي في تكيس البلح، فقال بياخد 7000 جنيه وده رقم معقول جدا لعامل زراعي في الشهر وبينزل اجازاته ومقيم وبتاع. فانا بصراحه رايي بقى بصراحه، وده ممكن يبقى بتاع، انه الرساله الاعلاميه عايزه اعاده صياغه وعايزه ادوات مختلفه توصل للناس، نوصل رساله اعلاميه للناس نقول لهم بس اللي بيحصل، والناس تختار بمنتهى الحريه تاخد اي راي او قرار. طيب بما انه وضعنا ايدنا على الرساله الاعلاميه، اخدك انا بقى في اتجاه اخر وهو دور القطاع الخاص. ليه القطاع الخاص النهارده ما نقدرش نسميه شريك بالكامل، او ما نقدرش نقول ان هو برضو قايم بدور كبير في مساعدة الشركة الوطنية، في مساعدة الدولة اللي بذلت الكثير في البنية التحتية هنا في مشروع تشكى؟ بصي، القطاع الخاص وعلاقته بالدولة هي طول عمرها علاقة ملتبسة. لما جه جمال عبد الناصر وعمل تأمين، ما بدأش بالتأمين، بدأ بالتمصير، يعني خد الملكية الحاجات بتاعت الأجانب وداها للمصريين، وبرضه حصل التباس في علاقة القطاع الخاص بالدولة. لما جاء من ضمن مكونات الاتحاد الاشتراكي كان الرأسمالية الوطنية، يعني رجال أعمال وكده، وبرضه كان في التباس في علاقتهم بالدولة. المشكلة إنه دايما القطاع الخاص عايز تطمين وعايز قوانين عادلة وعايز مساواة، ممكن ما يبقاش عارف، ممكن يبقى محتاج تطمين اكتر، مش رسائل من رئيس الجمهورية بس، ممكن يبقى محتاج على الارض تطمين اكتر، خصوصا نوعين من القطاع الخاص. القطاع الخاص المصري اللي هو الداخلي، رجال اعمال مصريين كذا، ما يبقاش محتكر على قلة او مجموعة، وكمان في الوقت نفسه العرب والاجانب ييجوا، بس ده بياخد وقت قبل ما ترجع الثقة، لان تجربة ان القدس هتدخل في العملية الاقتصادية كانت تجربة جديدة وكان فيها قلق، بس لما الناس كلها تعرف ان ده على قدم مساواة وفي سوق مفتوحة يمكن حاجة كتير تتغير. خليني اسأل حضرتك برضو، بما انه يعني مجلس امناء الحوار الوطني والقائمين على الحوار الوطني باعتبارها خطوة كبيرة في طريق الاصلاح والتنمية والبناء السياسي، جزء كبير جدا من ما هو مطروح على الطاولة هو الاصلاح الاقتصادي ومناقشة كل ما يتعلق بالتحديات الاقتصادية، شايف مشروع تشكى ازاي في ظل ما يطرح داخل الحوار الوطني من سيناريوهات او آليات او حلول للاقتصاد المصري؟ بص، انا عايز اقول لك حاجة، في عدم معرفة واضحة من الرأي العام لما يحدث. وانا اضرب لك مثلا، شركات القطاع الخاص بتاعت مقاولات كل يوم تنشر على بنكسب قد كذا وبنعمل قد كذا وارباحنا زادت قد كذا وصدرنا قد كذا، على طول الشركات الكبيره يعني اللي نعرفها بتاعت الانشاءات وبتاع كذا، نوع من الماركتنج. انا مش شايف ماركتنج، الناس ما تعرفش مثلا انه الشتله اللي كانت ب 1000 جنيه بتعمل 40000 جنيه النهارده بعد ما بقت نخله مثمره كذا، ما تعرفش يعني ايه البلح المجدول اللي احنا بنزرعه ونصدره ازاي، هم بيكسبوا ولا لا، فكره انه الحاجات دي ما بتكسبش، الحاجات دي ملهاش لازمة، دي مرة تانية رسالة إعلامية تتعلق بالتسويق زي ما انت قلت. أشكرك شكرا جزيلا. زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم من شوية، مشروع تشكى مش مجرد مشروع اقتصادي، اتكلمنا عن أبعاد مختلفة للمشروع، أبعاد استراتيجية، أبعاد اجتماعية، طبعا البعد الاقتصادي حاضر، كل الأبعاد دي هي محور نقاش داخل الحوار الوطني. الحوار الوطني
غني عن القول قد ايه هو كان خطوة مهمة جدا في سبيل التنمية السياسية، الإصلاح السياسي، تحقيق مكتسبات على الصعيد السياسي. كل الملفات اللي كان بيتم مناقشتها ليها علاقة بوجودنا هنا بالمناسبة في توشكا، وليها علاقة بما هو مطروح في المشروع. عشان كده هتكلم مع دكتور هانيا محمد شولقامي، وهي عضو لجنة الحوار الوطني في كل الأبعاد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذة هبة. اولا عايز اعرف انطباعاتك وملاحظاتك عن مشروع توشكا من اول ما جيتي النهارده. انا كنت متحمسه قوي ان انا اجي، والحقيقه فعلا ان الواحد يشوف ازاي قدرنا نتخطى مشاكل مشروع توشكا زي ما كان في التسعينات. فالتغلب على المشاكل دي وعلى يعني الحقيقه شيء مبهر بجد. والمساحات اللي يعني شفناها سواء قمح او نخيل وبلح وفواكه وكده، فعلا حاجه مبشره جدا. مبشرة، وفي نفس الوقت زي ما كنت بقول لحضرتك الأبعاد المختلفة. الجانب الاقتصادي طبعا حاضر وبقوة لما بنيجي نتكلم عن مشروع هدفه إحداث نهضة زراعية. ملاحظاتك إيه على الجانب الآخر، الجانب المجتمعي؟ إمتى نشوف الجهد ده كله يكلل بمجتمعات عمرانية متكاملة؟ يعني أولا النهضة الزراعية في الأراضي الجديدة غير النهضة الزراعية في الأراضي القديمة، فلازم نعمل التفرقة دي، لأن الوادي لسه موجود والقرى لسه موجودة، سواء الدلتا حتى لو اتبنى على كتير منها، الصعيد اللي أنا منه مليان قرى ومليان أراضي. فيعني محتاجين نهضة في الحتتين، في المنظومتين. علشان يكمل المشروع هنا محتاجين نموذج اجتماعي. النموذج ده معناه ان احنا نبتدي نفكر ايه نوع الحوافز اللي ممكن نعملها للناس، ايه نوع الخدمات، المجتمعات دي تتكون ازاي، تيجي من فين. فمتهيالي الخطوة الجاية هي النموذج المجتمعي ده، ولان لما بيبقى فيه مجتمع هو ده الاستمرارية. يعني في يوم من الايام الاسماعيلية وبورسعيد دول كانت مناطق جديدة، بمناطق جديدة. في يوم من الأيام التجمع و6 أكتوبر كانت مناطق جديدة بالظبط وخلا. بس كل حاجة من دول طبعا ليها نموذج، هي اقتصادي بس كمان نموذج اجتماعي. ففعلا احنا هنا يعني بعد اللي شفناه من ناحية تعظيم الاستفادة من الأرض ومن المية ومن الموارد اللي موجودة ومن موارد الدولة، ان احنا يعني نصيغ نموذج مجتمعي يزود الاستفادة الاجتماعية. هل نقدر نقول ان هنا بيجي دور القطاع الخاص المستثمر اللي يقدر يحط جهد ويقدر يحط اموال الى جانب ما استثمرت فيه الدولة من بنية تحتية؟ يعني طبعا فاهمة وجهة نظر حضرتك، بس لا، الدولة هي اللي تعمل البيئة المواتية للتنمية الاجتماعية. يعني اول لما يبقى فيه مستشفى ومدرسة الناس هتيجي لوحدها، اول لما يبقى فيه تسعير عادل للأرض، بنا، مجالات للترفيه، مواصلات حتى خاصة عامة، اول ما الناس هتيجي. هو المد العمراني ده او المد الاجتماعي ده بيحصل لوحده، لكن لازم يبقى فيه بيئة مواتية. محدش هيقدر يجي هنا ويقول انا مثلا حابني بيت ويعلم ولاده فين ولا يتعالج فين. فتهيالي ان هي الاتين يعني لازم يبقى فيه النموذج، وده دور الدولة انها تصيغ النموذج وتعمل البيئة المواتية. اما بقى عن التكلفة والباقي ده بتبقى زي يعني شيء طبيعي انه الناس تستفيد منه. بس سنبل القمح بشرة خير. طبعا بشرة خير، ويعني حاجة الواحد يبقى فخور بيها، ويعني ان القمح في شهر 6 لسه موجود كتر خيرهم. فطبعا هي بشرة خير وحاجة جميلة جدا، ان شاء الله خير لبلدنا. ان شاء الله. بشكرك، شكرا جزيلا. شكرا، ميرسي. من الحاجات العظيمة جدا في مشروع توشكا هو الأساليب المميكنة اللي انتوا شايفينه ورايا دوت، هو أحدث الآلات والأجهزة لجمع الحصاد بشكل مميكن وبشكل إلكتروني بالكامل. المكن دوت بيشيل السنابل، بيجمعها كلها بحيث تبقى جاهزة على النقل في العربيات بشكل مباشر من غير أي شوايب، من غير أي مشاكل، بشكل صافي، إنتاج صرف، انتاج جودة عالية جدا. حاجة مفرحة، وانت شايف على مرمى البصر كده اللون الاصفر المميز للقمح. القمح اللي احنا بنتكلم قد ايه سلعة استراتيجية، بنتكلم قد ايه
حاجة العالم كله بيدور عليها بيحفى عليها من ساعة الحرب الروسية الأوكرانية. نجحنا ان احنا نزرع قمح في توشكا، وكل ما اتكلم مع حد من الناس اللي شغالة هنا يقول لي انه لسه في خطط اكتر، لسه في مساحات هتنزرع اكبر، لسه في يعني مجهودات اكبر بتتبذل لزراعة القمح وغير القمح. لكن المنظر في حد ذاته انك تبقى شايف على مرمى البصر الخير ده كله حاجة مبهرة، بشرة خير ودلالة جميلة جدا، وحاجة تدعو للتفاؤل، وحاجة تقول لنا ان بكرة احلى، وان بكرة هتحصد لنا الارض دي كل الخير والبركة من ارضنا بشغلنا وبشقانا وبتعبنا. ودليل كده قوي جدا انه مفيش حاجة اسمها مستحيل، ان كانت الارض الصحراء الجردة الصفراء طلعت الخير اللي احنا شايفينه ده كله في مكان ما كانش حد يتخيل انه يخرج منه ويخرج من ارضه الخير ده كله. الدكتورة ريهام باهي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني برضو مهتمين نعرف الانطباعات الخاصة بيها، ملاحظاتها، شافت إيه لما وصلت مشروع توشكا، وقد إيه ده ممكن يكون خطوة لقدام بكل الأبعاد الخاصة بالمشروع، الأبعاد الاقتصادية، الأبعاد الاستراتيجية، الاجتماعية، مكانة مصر النهاردة بمشروع عملاق زي توشكا. نسأل الدكتورة ريهام، أهلا وسهلا بك. أهلا بيكي. أهلا بيكي، مرسي جدا. اهلا بقناه المحور. ورا قناه المحور، احكي لي شفتي ايه في توشكا؟ بصي، من الاول الزياره وتنظيمها انا عايزه اقول لك ان كل حاجه كانت مبهره وعلى اعلى مستوى، بدايه من ان احنا شفنا الاراضي الزراعيه من فوق من واحنا في الطياره، وقد ايه اللون الاخضر كان جميل لما رحنا الجوله بتاعه النخل والبلح والمانجا، وبعد كده اعتقد زيارة جاية هنروح كمان نشوف العنب، ودلوقتي احنا بنتفرج على القمح. المشروع ده مشروع قومي مهم جدا وعملاق، وكان ليه مراحل سابقة، واعتقد زي ما سمعنا من العرض اللي احنا سمعناه الصبح ان تم الاستفادة من الأخطاء اللي كانت موجودة في فترات سابقة، وإزاي المشروع تم تطويره، وإزاي إن هو كبر وتوسع وبيستهدف عدد فدادين أكتر بكتير ومحاصيل متنوعة. وده مهم جدا، احنا دلوقتي واقفين على القمح وشفنا ان القمح اتأثر وقت الحرب الروسية الأوكرانية، فان احنا يكون عندنا محصول مصري من القمح ده مهم جدا، واعتقد ممكن حتى نضيفه للأمن الغذائي والأمن القومي. فانا شايفة ان الأبعاد الاقتصادية، الأبعاد الاجتماعية بتاعت المشروع دوت، الأيادي العاملة اللي موجودة فيه، المدن اللي ممكن تتوسع حوله، والخدمات اللي ممكن تكون مرتبطة بيه، كل ده بيكون يعني بيقول ان المشروع ده ليه أبعاد مهمة سياسية واقتصادية واجتماعية واستراتيجية كمان. ده بالظبط اللي عايز اسال حضرتك عنه، بما انك ايضا تخصصك الاكاديمي هو استاذ علاقات دوليه. احنا شفنا قد ايه القمح تحول الى ذهب خلال الاشهر اللي فاتت، تحديدا من بدايه الحرب الروسيه الاوكرانيه، ويمكن حتى من قبلها التعطل اللي حصل في سلاسل الامداد في العالم. التحول اللي مصر بتعمله في بنيه الاقتصاد ومحاوله يعني امتلاك القرار فيما يتعلق بالسلع الغذائيه الاستراتيجيه، ده يفرق ازاي برضو في شكل الخريطه الخاصه بمصر وعلاقاتها الخارجيه؟ هو ده اللي كل الدول دلوقتي شافت من بعد كورونا، أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، بقى في رغبة في التحول للمحلية أو اللوكاليزيشن، إزاي ننتج محلي وإزاي إحنا ما نتأثرش بالكوارث والأزمات اللي بقت سمة من سمات العصر، وإزاي ممكن المشاكل الجديدة، القمح أو أي حاجة تانية ممكن تستخدم في العلاقات الاستراتيجية والصراعات ما بين الدول. فلما الدولة تطور المحاصيل القومية بالشكل ده، أعتقد ده بيأثر في الاستقلالية، وإن الدولة ما بتكونش كمان معرضة للأزمات، للشوك اللي بيحصل والصدمات اللي بتيجي من الأزمات العالمية. بشكرك، شكرا جزيلا، نورت. شكرا، ميرسي جدا قناة المحور، وميرسي ليكي.
المره اللي فاتت لما جينا توشكا ما كانش فيه مانجا، المره دي فيه مانجا وتجربه جديده تم النجاح فيها واشتغلوا عليها بطرق مختلفه وتكنيك زراعي جديد هيكلمنا عنه ابراهيم راشد. اهلا وسهلا حضرتك في المهندس ابراهيم راشد المحرزي. ايه بقى يا باشمهندس دلوقتي احنا حاولنا ان احنا نستغل التظليل بتاع الجديد بتاع النخل، وبدل ان احنا نزرع مانجا تحته عشان نحميها من لسعة الشمس وكده، وبالتالي برضه احنا خفضنا الجريد ده خفض الحراره بالنسبه للمانجا، فلما زرعناها ما شاء الله يعني اصناف اجنبيه حوالي 12 صنف. 12 صنف اه بالظبط، ومن اشهرهم طبعا التومي والنعومي والكيت والاخ يعني، وما شاء الله جابوا انتاج والتجربه نجحت وان شاء الله هنعممها يعني ان شاء الله باذن الله. يعني احنا عندنا موسم صيف مانجا حلو السنه دي ان شاء الله هيطلع من عندكم هنا. ان شاء الله هيطلع من عندنا موسم صيفي مانجا، بس هو برضه لسه دي كتجربه لسه هنكبر احنا كنا عاملينها كتجربه نشوف هتنجح ولا الحمد لله نجحت وهنعمم التجربه ان شاء الله. هيبقى. طيب هي بقى 12 صنف قلت لي صح كده؟ طيب. شكرا تسلم. احنا لفينا وشفنا القمح وشفنا التمور والنخيل، شفنا منتجات ومحاصيل مختلفة، دلوقتي هوريكم المانجا، 12 صنف مانجا بيخرج هنا من أرض مصر، من خير مصر، من مشروع توشكا، المشروع القومي العملاق، والنوع ده بقى تحديدا اسمه تومي. إيه الفرق بين ال 12 نوع؟ زي ما أنتم شايفين خير كتير وشكلها كده يفتح النفس، إيه الفرق بين الأصناف؟ المانجا بتحتاج إيه لزراعتها؟ إزاي نجحوا هنا في مشروع توشكا في زراعة المانجا بالجوده دي وبالشكل ده؟ ده اللي هيكلمنا عنه الباشمهندس عبد السلام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك يا فندم. احكي لي الاول ايه الانواع اللي موجوده هنا؟ عندنا مجموعه اصناف مختلفه، منها ما يناسب الاكل ومنها ما يناسب العصير. عندنا هنا 6 اصناف زي صنف التومي، صنف الاوستن، صنف الشيلي، صنف الارتو، وصنف النامدوك ماي. تعتبر مجموعه الاصناف دي بتلائم جميع الاذواق، ومنها المبكر في النضج، ومنها المتوسط، ومنها المتاخر، عشان نقدر ان احنا ناخد اطول فتره انتاجيه ممكنه. احنا زرعنا حوالي 12 صنف من الاصناف الاجنبيه المختلفه منذ 4 أعوام، وقدرنا ان احنا ننتخب بعض الاصناف المميزه. كان عندنا صنف التومي والاوستن والكنت والاعتبر الشيلي وصنف الناعومي من الاصناف المميزه. ان الحمد لله تعالى قدرنا بفضل الله ان احنا نوضع خطه للتوسع. خطه التوسع بتاعتنا بتشمل 3 محاور مختلفه، الزراعات داخل قطع النخيل، ان شاء الله المستهدف زراعه 10,000 فدان داخل قطع النخيل خلال 4 أعوام القادمه. ان شاء الله تعالى النخل بيدينا ميزه ان هو بيعمل تظليل لاشجار المانجا ويحميها من درجه الحراره العاليه صيفا والصقيع شتاء، وده بيمثل بالنسبه لنا قيمه مضافه واستغلال امثل لوحده المساحه والبنيه التحتيه. ان شاء الله تعالى برضه عندنا التوسع داخل الصوب، وزي ما احنا شايفين يعتبر الصنف المزارع هنا شيلي، يعتبر الملقب بتفاح المانجا. ده تشيلي صح؟ في الشيلي اه. تم متوسط نزل الثمره 450 جرام بانتاجيه تصل من 6 الى 8 طن الفدان، مسافه الزراعه 2×4، وده اللي احنا بنقدر نسميه شكل من اشكال التكثيف المحصولي عشان يظهر لنا الخط زي ما احنا شايفين يا فندم كانه وحده واحده. حلو قوي حجم الانتاج وحلو اختلاف الاصناف، لكن برضو عايز اسال حضرتك عن اليات الزراعه. المانجا برضو ليها طرق مميزه، اليات الزراعه بتحتاج ايه في زراعتها؟ احنا عموما لجأنا يا فندم للاصناف الاجنبيه كفكره حديثه وتجنبنا الاصناف المحليه. الاصناف المحليه عانت خلال السنين اللي فاتت من اكثر من مشكله، ان هي لما توصل لارتفاعات كبيره بيصعب اجراء عمليات الرش والتقليم والحصاد، كما انها بتزرع على مسافات مساحه كبيره. علشان كده احنا خدنا فكره الاصناف الاجنبيه علشان ان احنا نحاول ان احنا ناخد انتاجيه كبيره من اقل وحده مساحه ممكنه، وفي نفس الوقت ان احنا نقدر نتعامل مع الشجره بالنسبه للتقليم والرش والحصاد في حدود ممكنه وسهله وبسيطه. قلت لي التومي وقلت لي النعوم يمكن عارفينه شويه، لكن التومي ده نوع جديد والاوستن او مش دارج على الاقل بالنسبه لنا، ايه اللي بيميز الاصناف دي عن الاصناف الشائعه واللي احنا عارفينها كمصريين او في السوق؟ اولا يا فندم يعتبر الاصناف دي المواصفات بتاعتها هي اللي بتلائم الاحتياجات التصديريه اللي بيتطلبها السوق الاوروبي، والاصناف دي مقاومه برضه لدرجه الحراره فبتدينا انتاجيه عاليه ممكن توصل ل 10 طن للفدان. التومي دي بتتميز بايه عن بقيه انواع التومي تحديدا؟ شكلها حلو. اه بالظبط، الاحجام مناسبه واللون والطعم ممتاز جدا، والاحتياجات دي بتناسب اسواق التصدير الاوروبيه. مستهدف توصلوا لقد ايه من المساحات المنزرعه وحجم الانتاج؟ ان شاء الله يا فندم احنا خلال ال4 سنين اللي جايه وبعد نجاح تجربتنا مستهدف زراعه 25,000 فدان، منها ان شاء الله تعالى هيكون في حوالي 10,000 فدان في قطع النخيل خلال الفتره اللي جايه.
عشان نقدر ان احنا زي ما ذكرنا قبل كده ان الزراعه داخل قطع النخيل بتمثل بالنسبه لنا قيمه مضافه واستغلال امثل لوحده المساحه والبنيه التحتيه. وتظليل اشجار النخيل عموما وحمايتها لاشجار المانجا من درجه الحراره العاليه صيفا والصقيع شتاء بيمثل بالنسبه لنا بيئه حاضنه لشجره المانجا بالضبط كانها صوبه. هو حتى الشكل احنا واحنا جايين الشكل بتاع الخيم دي كانها شكل الصوب الزراعيه. مظبوط يا فندم. بالظبط يعتبر الصوب الزراعه داخل الصوب برضو الظروف الغير مواتيه زي الحراره الشديده والصقيع شتاء والرياح القويه تعتبر كل دي عوامل بالنسبه لنا الصوبه بتقدر ان هي تحد من تاثير الضار لكل العوامل دي عشان نقدر من خلال كده ان احنا نضمن انتاج ثابت على مدار كل سنه. بشكرك شكرا جزيلا وبتمنى لك التوفيق. شكرا شكرا. بعد ما شفنا معاكم المانجا اللي هي طبعا الصيف يحب المانجا ويحب العنب، العنب هنا شكله يفتح النفس ويفرح وانا بدوق معاكم على الهواء. عايزه اقول لكم ان العنب بالعاده مفترض ان هو بيحتاج درجه حراره متوسطه لزراعته، يعني حوالي 35 درجه. طبعا درجات الحراره هنا في توشكا مرتفعه جدا 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 جدا. طب ازاي بيزرعوا عنب؟ ومش بس بيزرعوا عنب، ده زارعين 200 فدان من العنب بانواع واصناف مختلفه ما بين الملون واللي انتوا شايفينه اللي هو البناتي الاخضر اللي احنا بنحبه وما نقدرش نستغنى عنه في الصيف ده. كل ده بقى هيحكي معنا فيه بالتفاصيل الباشمهندس ياسر هلال، هو المسؤول عن قطاع زراعه العنب هنا في مشروع توشكا. برحب بيك واهلا وسهلا على شاشه المحور. اهلا سيادتك يا فندم. العنب طعمه خطير ويفتح النفس جدا، احكي لي هنا بتزرعوا انهي اصناف وحجم الانتاج؟ تمام سيادتك. هو اولا يا فندم، هو ليه العنب؟ العنب بقى في مصر ياتي في المرحله الثانيه بعد الموالح من حيث الزراعه. ليه؟ لما له من ميزه اقتصاديه سواء داخل او خارج مصر. اولا احنا هنا في توشكا زارعين 6 اصناف من اجود اصناف العنب المزارعه في جمهوريه مصر العربيه. 6 اصناف وهي على شقين، اصناف بيضاء اللون واصناف ملونه. الاصناف البيضاء اللون وهم 4 اصناف، صنف الايرلي سويت، صنف السيبيريور، صنف الارا 15 وصنف الارا 11. اما الاصناف الملونه فهم على شقين، حمراء اللون وصنف الريد جلوب، وسوداء اللون وصنف الارا 5. اما عن نسبه السكر فاحنا حاولنا نزرع اصناف متنوعه في نسبه السكر حتى تناسب الاشخاص الطبيعيين والاشخاص مرضى السكر. تمام سيادتك. لان انا شايفه ان هناك في اللي هي الملون بقى، صح؟ احنا كل اللي حوالينا ده اللي هو الاخضر عادي، صنف الارا 15. اولا الصنف اللي احنا فيه ده سيادتك هو صنف من الاصناف الخصبه في العنب، وهو صنف عالي السكر تصل فيه نسبه السكر الى 20 تي دي اس. هو حلو. يصل انتاجيه الفدان من هذا الصنف الى حوالي 10 طن للفدان. 10 طن للفدان. 10 طن للفدان. 10 طن للفدان الواحد، ويصل وزن العنقود الى حوالي 800 جرام. في اصناف اخرى متوسطه السكر زي صنف الايرلي سويت، هو معروض سيادتك يعني. صنف موجود هناك ده؟ ما توريه لنا بقى. نشوف. سيادتك صنف ده نسبة السكر فيه بتصل من 16 ل 18 تي دي اس. وهو صنف خصب. وزن العنقود يصل فيه إلى 500 جرام. وبرضو إنتاجية الفدان فيه عالية تصل إلى 8 ل 10 طن للفدان الواحد. أما في أصناف منخفضة السكر وهي ملائمة لمرضى السكر مثل صنف الريد جلوب سيادتك. وهو صنف يصل فيه إنتاج الفدان إلى أكثر من 10 طن. وتصل فيه نسبة السكر إلى أقل من 14 تي دي اس، فبالتالي صحي وآمن على مرضى السكر. ما شاء الله أنت عندك معلومات كتير عن الأصناف ومتخصص جدا في كل معلومة في كل تفصيلة. طيب احكي لي بقى عن المساحات المنزرعة، احنا قلنا 200 فدان مش كده؟ سيادتك احنا 6 أصناف موزعين. صنف السيبيريور وهو أكبر الأصناف منزرعة هنا بمساحة 90 فدان، صنف السيبيريور. لما له من أهمية في رغبة المائدة المصرية. يأتي بعده في المرتبة الثانية صنف الإيرلي سويت مزروع بمساحة 30 فدان. أما صنف الريد جلوب فمزروع بمساحة 16 فدان. وصنف الآرا 5 مزروع بمساحة 14 فدان. وصنف الآرا 15 مزروع بمساحة 8 فدان. وصنف الآرا 11 مزروع بمساحة 16 فدان.
هيفرق كتير قوي بقى في اللي بيوصل للسوق او بيوصل في النهاية للمستهلك المصري. بيفرق من حيث كجودة، ما هي ذوقيات سيادتك؟ يعني كمثلا في بعض الناس بتحب نسبة السكر تكون عالية، فبيميلوا لصنف الأرا 15، وهو صنف مش غالي يعني ثمنه مش غالي، وبالتالي إنتاجيته عالية، فلابد من إن احنا نكثف من زراعته، بالإضافة إن احنا سيادتك شغالين على التوسعة من زراعة العنب في منطقة توشكا. زي ما قلت لسيادتك أنت من شوية، قلت درجة الحرارة مرتفعة، احنا استغلينا درجة الحرارة التي قد يعتقدها البعض إن هي عيب أو عائق أو مانع للزراعة بتبكير بعض العمليات الفنية في العنب مثل التقليم، وبالتالي الحصول على محصول مبكر في السوق، وبالتالي تحديد السعر في السوق. يعني انا اتحكم في سعر المحصول بتاعي في السوق. يعني عملتوه بدري تقصد ولا زرعتوه بدري؟ نقلم التقليم. يعني ايه بقى التقليم بفهم سيادتك؟ العنب هنا يعني الموضوع ممكن يكون يعني بس حشره لحضرتك، هو تقني قوي انا فاهمه بس بسطها لنا. سيادتك العنب هنا بينمو على اذرع، اربع اذرع، كل درع بيحمل ضرحات او دوابر. هنا احنا بنربي على دوابر وطراحات، الطراح ده هو اللي بيحمل المحصول، فانا برد الطراح ده بحيث يحمل لي المحصول الموسم الجاي. فالعمليه دي ليها معاد محدد وهي فصل الشتاء. تبكير هذه العمليه الى قبل فصل الشتاء او بدايه فصل الشتاء، بالتالي تخريج العيون بصوره مبكره، وبالتالي الحصول على محصول مبكر. يعني انت بتبدا في العنب مش في الصيف، بتبدا في العنب قبل الشتاء. هو بدايه موسم العنب فصل الشتاء. تمام سيد. طب المستهدف انكم توصلوا له من زراعه العنب، هل هتزيدوا في المساحات؟ هل ناويين تزرعوا اصناف جديده بالتعاون مع البحوث الزراعيه؟ ايه القادم بالنسبه لك؟ زي ما حضرتك بتقولي بالظبط كده، احنا متعاقدين مع مركز البحوث الزراعيه بتورد لنا شتله، وبالتالي ان شاء الله في شهر 8 القادم سيتم زراعه اصناف اخرى جديده مستنبطه في توشكا. احنا شغالين في توسيعة العنب لما له، زي ما قلت لحضرتك، من قيمة اقتصادية وميزة. احنا بنستغل كل حاجة هنا لصالح ان احنا ننتج ولو عنقود في اليوم. بشكرك شكرا جزيلا وبتمنى لك كل التوفيق. تسلم يا رب. شكرا.